السلام عليكم قناة شوف تي في، شكرا على الاستضافة. إن شاء الله نكون نحسن الظن ديالكم. اسم ديالي عبد الرحمن نعيم، 17 سنة، ابن مدينة أسفي، كنقرا في الثانية بكالوريا علوم فيزيائية، أول أصغر وأول مغربي محترف في رياضة المواي تاي بالتايلاند. عندي ألقاب لي كثيرة وعديدة، منها بطل المغرب عدة مرات، بطل جهوي عدة مرات، بطل محترف في رياضة المواي تاي. كما كنعرفوا المباراة الأولى لعبتها مع بطل إيطالي اللي عنده ركور كبير في احتراف، اللي عنده 60 كومبا في احتراف، اللي تبارك الله كان عنده مستوى اللي مزيان وقدم مستوى اللي عالي وكبير، اللي كان فارقني بالعمر عنده هو 26 سنة، اللي أنا كان عندي الله 17 سنة. والبطل الثاني لعبت مع بطل أوروبا اللي توا عنده ركور كبير في احتراف، ولكن الحمد لله تفوقت عليه ولعبت قدام مستوى اللي هائل. كما كنعرفوا بالله في المغرب ما كاينش فرص باش تزيد قدام او باش توصل للعالميه. هادشي على الشباب المغربي كيخسر من الجيب ديالو او من المصروف ديالو باش كيحترف في دوله اخرى، او بحال مثلا انا طحت ليا باش نبدل الجنسيه باش نلعب جنسيه اوروبيه، اللي ما قبلش الجنسيه باش نبقى ديما مثل المغرب. وكما عديد من الشباب قاوش الدعم او ما كيعطوهمش فرص، الشاش كيهاجروا للدول الاوروبيه او الدول الاماراتيه او باش كيحترفوا او باش كيلعبوا تما، اللي كيعطوهم دعم مادي ومعنوي وكيعطوا قيمه للشباب او قيمه الرياضه. بالله الجامعه ديالنا ما فيهاش احتراف او فيها فرص ضئيله كثيره، دونك مشيت من مصروف ديالي مشيت لاحتراف الدوله تايلاند، اللي كانت تجربه لي كبيره، كاصغر مغربي احترف في رياضه المواي تاي بتايلاند كان شرف ليا وكان شرف لمدينه اسيو وشرف المغرب. كما كنعرفوا كنواجهوا مع الجامعه اللي مشاكل كثيره، مثلا ما كاينش كتعطوكش فرص باش تلعب احتراف، واخا يكون عندك مستوى اللي مزيان وما كيعطيكش فرصه باش تلعب احتراف او باش تزيد قدام، كتبقى ديما الهوات، دونك ما عمرك ما تزيد قدام، ما عمرك ما غادي تبين راسك او تشرف المغرب في التظاهرات العالميه. بالطبع كان الاقصاء من طرف الجامعه ومن طرف المسؤولين. كنوجه تحيه شكر للجمهور ديالي اللي كيتبعني ديما وكيساندني، سواء من العائله، سواء من الاصدقاء، سواء من المدربين. كنوجه تحيه للاستاذ محمد كوصباط بمدينه الصويره، كنوجه تحيه للاستاذ محمد العوج اللي دوس عنده 7 سنين، كنوجه تحيه لعز ديميحي حتى هو دوس عنده سنه او سنه ونصف، كنوجه تحيه لقناه شوف تي في على الاستضافه ديالها وعلى الاهتمام ديالها بابطال.